مرحبا، أنا لاني عدوتكم هون، ولا شخص جاي يستهزئ بالدين. أول ظهور لليا حمزة من دون حجاب من بعد اتخاذها لقرار شلحه. أبداً ما تأثرت من المهرجين الشباب اللي قعدوا يلبسوا شال على راسهم ويقلدوا أصوات البنات. أنا من وقت ما حطيت ببالي أنه لا، أنا ما بدي كفي بالحجاب ما ارتحت. فمن بعد الضجة الكبيرة اللي اكتسحت السوشيال ميديا من بعد ما أعلنت ليا حمزة أنها رح تتخذ قرار خلع الحجاب بعدة ستوريات على انستغرام، ومن بعد تراجعها عن اتخاذ القرار بتنزيلها لفيديوهات وهي تبكي وتعلن من خلالها أنها ما رح تشلح الحجاب وما رح تنبسطوا بالشمات اللي أنتوا عم تشمتوا فيها، ما رح يقل الحجاب. ها هي ليا حمزة اليوم وعلى خطة سالي العوضي، واللي ظهرت بدون حجاب امبارحة ببث مباشر. تظهر ليا من خلال فيديو مدة 3 دقائق بدون حجاب معلنة عن شلحه واتخاذها للقرار رسميا، وموجهة رسالة لكل الناس اللي قامت بانتقادها والتهجم عليها خلال هالفترة. أنا لاني عدوتكم هون، ولا شخص جاي يستهزئ بالدين، ولا حتى ممكن أقول إنه أنا اللي عملته صح. كتير ناس بتسألني انه خلص يا ليه سكري التعليقات، ليش بتأثري هالقد بحكي العالم؟ المشكلة انه هيدي العالم عايشة معي، فانا ما فيني اقول لا انا ما بقدر اتأثره. انا من طبعي ما بحب حدا لا يفهمني غلط من ورا سوء تفاهم صار، او ما بحب حدا يكرهني من ورا فعل صار. صدقوني ابدا ما تأثرت من المهرجين الشباب اللي قعدوا يلبسوا شال على راسهم ويقلدوا اصوات البنات ويتنمروا ويتمسخروا، أو بنت مزنطرة مش محجبة ما قادرة حتى تخطي خطوة الحجاب وقاعدة تهجمني وتحكي حكي كتير كتير ما إله عازة. وشاركت بعدها ستوريات علقت من خلالهم بي أنا اتخذت قراري وحكيت ووضحت قد ما بقدر، مش متفقة مع أي حدا وما دخلني بأي حدا سواء شلح أو لبس الحجاب. أنا غلطت وعارفة غلطي، والله يهديني وأسامحنا جميعا. واتخذت قرار أنها ما رح ترجع صورها القديمة من دون حجاب وما رح تمحي صورها الحالية بالحجاب، عكس سالي العوضي اللي مسحت صورها بالحجاب ورجعت صورها بدون حجاب. وبالحديث عن سالي، فشاركت فيديو على صفحتها على انستغرام علقت من خلاله عن تعليقات الناس والهجوم اللي تعرضت له آخر فترة. اللي بيحكي من يوم طالع في الشغل ومعيش مصاري أجيب أكل للبيت كذاب، واللي بحكي عليه قروض وبدي أسددها كذاب، اللي بحكي فيه فساد وحروب كذاب، ليبيا، فلسطين، سوريا، اليمن، كل الدول المنكوبة، كل الدول المنكوبة صارت أمورها تمام. طبعا لأنه أنا لو في مشاكل في الوطن العربي كان أنا مش همكم الوحيد.